السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طيب جاتنا طلبية، حنشوفها كده ونقرب منها. طيب هي الطلبية عبارة عن بصيلات، عندنا بصيلة وردة لاريس، بصيلة زهرة الهايسنت زهري، بصيلة وردة التوليب البيج والزهري، بصيلة التوليب الأبيض، وفي ليها تكملة ما شاء الله تبارك الله هنا، بصيلة التوليب الذهبي والأحمر، بصيلة وردة التوليب البنفسجي، بصيلة توليب أحمر، حنشوفها. هذه اللي هي وردة لاريس، وهذه وردة التوليب البنفسجي، وهذه وردة التوليب الأحمر، وهذه وردة التوليب الأبيض، أما هذه وردة التوليب أنا مسميها اللي هي ذهبي وأحمر، وهذه وردة التوليب كذلك أنا مسميها البيج والزهري، وهذه اللي هي أزهار الهايسنت، سميت بأزهار لأنه الأزهار هي اللي تعطي رائحة. طبعا هذه الهايسنت تعطي رائحة جدا جميلة. طيب بعد ما حصلنا زي ما احنا شايفين على هذه البصيلات، حنشوف أشكالها كيف تكون. هذه سبحان الله شكلها زي البصل، ولكن هي اللي تعطي ورد. هذه اللي هي بصلة لاريس، واضح عندنا ما شاء الله تبارك الله، تم إضافتها للعميل وسجلنا له عليها بصيلة وردة لاريس الصفراء. وهذه اللي هي قلنا عنها اللي هي أزهار هايسنت مكتوب عليها روز، هنشوفها هنا ما شاء الله تبارك الله، حطيناها للعميل ما شاء الله تبارك الله وسجلنا له داخلها. هذه هي شكل بصلتها سبحان الخالق. أما بصيلات سبحان الله التوليب كلها تقريبا سبحان الله زي ما احنا شايفين شكلها تقريبا واحد. هذه اللي هي التوليب، عندنا وردة التوليب لأنها ورد، سبحان الله الورد ما يعطي رائحة زي الأزهار سبحان الخالق. طيب حنخرج كده واحدة من البصيلات تبعها ونشوف شكلها. شوفوا شكل سبحان الله البصيلة تبع الوردة حقة التوليب. وبكذا نقول لعميلنا الله يبارك لك يا عميلنا العزيز في طلبيتك.